خلصناش حنا حادين ديالك خلصتو ما تحديش لي ديالي. قلت ليه لا على الضربات غادي يجيو عندي الناس انا نجيو مسؤول. هو 60 سنه هو في البلاصه ديالو وانا خدام معاه 14 مده 14 عام تزوجت من الناس كنتمناو بخير الحمد لله. هز والديا جيت وقفت عليه جا خويا مسكين بغا يتدخل جاي جايب لكم على الجاي جايب لنا العشاء قال لي انا جدار من السلطه الله يعاون بدا يخسر في الهضره ديال الهضره مزيانه خايبه اللي بارلي بغيتو هضره خايبه انت من حقك تهضر من حقك خويا تهضر ولكن تكون في الوعي ديالك بحال غير طبيعي هضره خايبه انا كنشوفك بحال غير طبيعي مشى صور لي ماتريتي ديال الكاز الطاكسي هذا مشى صور لي ماتريتي ديال الطوموبيل دخل فيه في الطوموبيل لاحو نشرو في الشارع راه الكاميرا كاين كلشي دابا ضربوه هرب ضربوه وكاينين الشهود شوف وكاينين الشهود ضربوه هرب كاينين الشهود راه الشهود في شارع ادريس الحريزي راه الشهود كاينين انت خويا انت كنتي معاك في السياره دابا هادشي الهضره كيقول هاد الناس ما كايناش يعني واش دائما كتعرضوا لاهانه من طرف ديما 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 مع الاعلانات السيسه ديما انا عمري اديت شي حد حنا كنكونوا خدامين هنا وسط المدينه وكنشوفوكم كنعرفوا الصحابه ما تشوفوناش باش نتعاملوا مع الانسان عندي اعلانات الثانيين دخلوا في خويا تنشروا يعني كتخدموا بالليل مريسكين بحياتكم باش تلاقوا الطوموبيلات ديال الناس عباد الله ذاك ما حسيتيش لي ديالي الناس راه كيعرفوا لها 50 عام تما الناس راه كيعرفوا لها 50 عام حنا ولينا شفاره انت شفاره راه المخزن ديته طويله علينا لا حول ولا قوة الا بالله. إذا المشاهدين متابعي قناة شوف تيفي مرحبا بكم ورجعنا لكم في هذا البث المباشر يعني كيف ما كتلاحظوا معنا الآن يعني كيف ما شفتوا معنا روالينا الناس اللي طرا لهم المشكل مع هذا الشخص العساسة رواو لينا شنو اللي وقع يعني على اللسان ديالهم يعني لا حول ولا قوة الا بالله. حنا رفضنا أننا ناخذ الطرف الآخر لأنه في حالة غير طبيعية ما يمكنش أننا نصوروا معاه هو في حالة غير طبيعية ماشي في الوعي ديالو يعني لا حول ولا قوة الا بالله. حنا ما مسموحش لنا باش نصوروا مع الطرف الاخر لانه في حالة غير طبيعية يعني لا حول ولا قوة الا بالله. اذا مشاهدينا الكرام كيف ما كتشوفوا معنا هذه هي السيارة الان رجال الامن كيتواجدوا بعين المكان مشكورين على المجهودات اللي تقوم بها صراحة ليلة نهار من اجل ايقاف هاد الاشخاص وايقاف المجرمين يعني الان كيف ما كتشوفوا معنا الناس هنايا كلهم كيتواجدوا بعين المكان لا عساسة لا الأخ ديالهم اللي كان كيتواجد أيضا بعين المكان يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني الآن رجال الأمن كيقوموا بالتحرية ديالهم وبالأبحاث ديالهم مشكورين يعني الآن كنتواجدوا بشارع باريز وسط المدينة لا حول ولا قوة يعني هذوما الأشخاص اللي طرا معاهم مسكين متاكل المشكل لأنهم كيعسوا على واحد المكان اللي الأب ديالهم أزيد من 50 سنة هو كيعس داك المكان وخذوه هما الخالف ديالو ومعيشين راسهم ومعيشين الأسرة ديالهم يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني هذا الشيء غير معقول بنادم خارج يخدم على راسه مسكين ويدي القوت اليومي ديالو فالانسان يجي يتعدى عليه يعني هذا امر غير مقبول. يعني احنا رفضنا ناخذ الطرف الاخر لانه في حاله غير طبيعيه باش يستوعى ويكون في حاله طبيعيه احنا مستعدين ان ناخذوا معاه الاقوال ديالو يعني هذا هو القانون ديال الصحافه. اذا المشاهدين الكرام غادي نودعكم على امان تلقاكم في بث مباشر اخر ان شاء الله الى اللقاء.